ثم قال ابن الأثير: ذكر وصول التتر إلى الري وهمدان سنة 617. وصل التتر لعنهم الله إلى الري في طلب خوارزم شاه محمد، لأنهم بلغهم أنه مضى منهزما منهم نحو الري، فجدوا السير في أثره، وقد انضاف إليهم كثير من عساكر المسلمين والكفار. لاحظ هذا، نقول خوارزم ذهب وتركوه لأنه عبر البحر، وهنا نقول ذهب إلى هنا، كما يعني واضح إن شاء الله عندكم لتعدد الروايات، لتعدد ما مصادر الرواية التي ينقل ابن الأثير، أو لأن العساكر كما مر علينا عندما عبر لهم جيش التتار وعساكر التتار، لاحظ قال لم يستطيعوا أن يبقوا على جمعهم، بل تفرقوا، كل مجموعة ذهبت إلى طريق وإلى اتجاه، تفرق عسكر خوارزم. فأيضا عندما ذهبوا خلف مجموعة من العساكر وكانوا يحتملون أن معهم خوارزم وعبروا البحر، فعندما رجعوا بقي الأمر يعني كمحتمل، فإنهم بقوا يلاحقون فلول الجيوش الإسلامية في كل مكان، وتبقى الدعوة بأنه على نحو الاحتمال يوجد بين هؤلاء خوارزم، فيقصدون هذا على أقل تقدير يكون دافع للجند والعساكر للقتال والثبات في القتال، بأنه يوجد هدف ولا زال الهدف موجود، ولا زال طلب جنكيز خان يعني تحت الإمكان وممكن التحقيق، فتكون الحالة النفسية للجند في القتال حالة ثبات واستقرار. يقول: وصل التتار لعنهم الله إلى الري في طلب خوارزم شاه محمد، لأنهم بلغهم أنه مضى منهزما منهم نحو الري، فجد السير في أثره، وقد انضاف إليهم كثير من عساكر المسلمين والكفار، وقد انضاف إليهم كثير من عساكر المسلمين والكفار، وكذلك أيضا من المفسدين من يريد النهب والشر، فوصلوا إلى الري على حين غفلة من أهلها، فلم يشعروا بهم إلا وقد وصلوا إليها وملكوها ونهبوها وسبوا الحريم واسترقوا الأطفال وفعلوا الأفعال التي لم يسمع بمثلها، ولم يقيموا ومضوا مسرعين في طلب خوارزم شاه، فنهبوا في طريقهم كل مدينة وقرية مروا عليها، وفعلوا في الجميع أضعاف ما فعلوا في الري، وأحرقوا وخربوا ووضعوا السيف في الرجال والنساء والأطفال، فلم يبقوا على شيء. أقول: لا ننسى ما قاله قبل قليل: وقد انضاف إليهم كثير من عساكر المسلمين، وكذلك أيضا من المفسدين من يريد النهب والشر، فأين ابن العلقمي من هؤلاء يا ابن تيمية؟ وأين هو من هذه الأحداث؟ وهل هو الذي جمد هؤلاء المسلمين لصالح المغول؟ يكمل: وتموا على حالهم إلى همدان، وكان خوارزم شاه قد وصل إليها في نفر من أصحابه ففارقها، وكان آخر العهد به، وقيل غير ذلك وقد ذكرناه. لاحظ يوجد عدة أقوال وعدة روايات، وذكر بعض هذه الروايات التي وصلت إليه. فلما قاربوا همدان خرج رئيسها ومعه الحمل من الأموال والثياب والدواب وغير ذلك، يطلب الأمان لأهل البلد فأمنوهم. أقول: لكل معركة وكل حادثة ظروفها وحيثياتها، فمدن تباد بما فيها على أيدي التتار، ومدن تسلم بما فيها، وأن مواقف الناس
وحكامهم وزعماءهم لها دور كبير في تحديد موقف المغول من أو في إعطاء الأمان، في تحديد موقف المغول في إعطاء الأمان أو عدمه.